أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة، نطل عليكم من مقر وزارة الصحة في العاصمة المنامة مع هذه المقابلة الخاصة والحصرية لبرنامج مجتمع واعي، نستضيف من خلالها سعادة الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة للحديث حول الخدمات الصحية في مملكة البحرين ومستجدات مواجهة فيروس كورونا. وأهلا بك سعادة الوزيرة وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم. كيف استطاعت وزارة الصحة أن توازن ما بين يعني تقديم الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة السابقة ولازلتم بالطبع، والموازنة ما بين ذلك واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجودتها المعهودة بجودتها العالية؟ طبعا طبعا بداية يعني أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوجود إحنا طبعا النظام الصحي هذا بتوجيهات من سيدي جلالة الملك وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد الذين وضعونا على منظومة صحية قوية في مملكة البحرين برغم هذه الجائحة. والحمد لله طبعا هذه الجائحة عندما وصلت إلى مملكة البحرين اكتشفنا بقوة ومتانة النظام الصحي في مملكة البحرين، خاصة أن بين هذا الوباء وبين الخدمات الصحية المعتادة التي تقدم للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين اهتمام المملكة في جميع قطاعاتها العامة والخاصة بالخدمات الصحية أثبتت فعلا جدارتها. فنحن إن لو تكلمنا عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لم تتأثر بتأثير على صحة المواطنين برغم هذه الجائحة، وخاصة إن تعلمنا أو بالأحرى إن استطعنا أن نبتكر ونبحث لأساليب جديدة وحديثة على استمرارية تقديم الخدمات اللي موجودة بجودتها واستمراريتها بدون أن يشعر المواطن الغير من غير الكوفيد أنه يكون له تأثير عليه. فعلى سبيل المثال بدأنا في المراكز الصحية من خلال برنامج التطبيب عن بعد حتى نتفادى ازدحام المراكز الصحية من خلال الاستشارات الطبية التي تقدم للمواطنين والمقيمين بحيث أن شعروا بالارتياح حتى لا يكون هناك تزاحم في المراكز الصحية. فهذا الجانب أيضا في المستشفيات أيضا هناك الاستشارات الطبية عن بعد، هذه الخدمة التي تقدم حازت على ارتياح وإعجاب جميع المواطنين من خلال ذي الخدمة. فبالتأكيد يعني شعروا أنهم مستمرة يعني الخدمات اللي تقدم لهم بدون أي تأثير. أيضا من الخدمات اللي قدمناها في خلال هذه الفترة هي خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، فهذه الخدمة أيضا ساهمت في تسهيل للمواطنين فإنهم ما في داعي يروحوا إلى المركز أو المستشفى للحصول على الدواء فيوصل الدواء إلى منزلهم. هي كلها أمور بدأناها لتفادي الازدحام أو التباعد الاجتماعي. فبالإضافة أن طبقنا يمكن لأول مرة تطبقها في البحرين الروبوتات اللي استخدمناها في مناطق العزل، وقد نستخدمها باستمرار ليس فقط فترة الوباء لأن شفنا فاعليتها أن هي تقدم خدمة في داخل المستشفيات من خلال توزيع الأكل أو توزيع الأدوية. فهذه كلها أشياء يعني يمكن استمرارية، ووازننا ما بين الخدمات اللي تقدم في الكوفيد وما بين الخدمات العادية التي تقدم، والحمد لله نجحنا في هذا المجال.
سعادة الوزيرة، يعني أيضا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية خلال مواجهة هذا الفيروس، فالتوجيهات الملكية واضحة في هذا الشأن بتقديم الرعاية الصحية بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء. الكوادر الطبية أيضا تقدم تضحياتها بشكل مستمر ولا تزال في الخطوط الأمامية تواجه هذا الفيروس. كيف تقيمين تعامل الفريق الطبي لهذا الفيروس، وكذلك أيضا خلال هذه المرحلة كيف تقيمين هذه المرحلة بالذات؟ طبعا أولا الفريق الوطني، يعني ممكن إحنا من أوائل الدول اللي بدأنا في تشكيل هذا الفريق بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، في إنشاء هذا الفريق حتى قبل أن تصلنا أول حالة في البحرين. فهذا دليل على الرؤية الثاقبة لمواجهة هذا الوباء في حال حدوثه من ذاك الوقت. احنا نتكلم من شهر فبراير وحتى قبلها في شهر يناير، عندما طلب منا تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الموقر عن ما هي خططنا واحترازاتنا، مع أن في شهر يناير هي بدايات يعني في دولة ما وليس انتشارة في العالم، لكن بدأنا التفكير فعلا في كيفية وضع خططنا واحترازاتنا لو حصل عندنا هذا الوباء. وفي شهر فبراير بدأنا فعلا بتشكيل هذا الفريق، الفريق الوطني. طبعا هناك الفريق الطبي الوطني الطبي ايضا برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله، الذين يعني يبذلون كل جهد، يعني نستطيع ان نقول 24 ساعة طوال الوقت هم يعملون بكل كفاءة واقتدار ووضع كل الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات اللي تساهم وتساعد على نجاح العمل. وفعلا هذا ما أثبتت الأيام بعملهم الدؤوب في تحسين الخدمات التي تقدم إلى المرضى سواء كانوا في العزل أو في الحجر، وهذا ما يعني لاحظناه ولاحظت كثير من الدول والمنظمات الأممية. نعم، بالحديث عن المنظمات الأممية، يعني أين وصل تعاون مملكة البحرين مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك أيضا أين وصلنا بالتعاون مع بقية الدول الأخرى؟ طبعا هناك بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، مملكة البحرين تعتبر من أول دول في منطقة الإقليم، قام وفد من منظمة بزيارة المملكة واطلع على الإجراءات منذ بداياتها. والمنظمة باستمرار هناك تواصل أيضا مع المنظمة، نستطيع أن نقول يمكن بشكل يومي في متابعة كافة الإجراءات والحصول أيضا على المعلومات وتبادلها ما بيننا وبين منظمة الصحة العالمية. ويعقد تقريبا أسبوعيا اجتماع مع المنظمة للتشاور وفي كافة الإجراءات، سواء كانت في الإجراءات الاحترازية أو في إيجاد العلاجات اللازمة أو في كل الأمور. وأيضا قدمت مملكة البحرين بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية أن تعرض تجربتها المتميزة، وقدم هذا العرض في عادة يوم الخميس يقدم هذا العرض كل أسبوع لدول، واختاروا دولة البحرين من أفضل الدول لتقدم تجربتها أمام دول العالم جميعا للاستفادة والأخذ بما قامت به مملكة البحرين. طبعا هذا الشيء مفخرة لنا. لو جئنا من الجانب الآخر، أيضا في مجال التعاون والتنسيق المستمر مع أخواننا وأخواتنا في دول مجلس التعاون، هناك أيضا اجتماعات مستمرة، وفي فريق أيضا من الوكلاء يجتمعون للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب ما بين بعضهم البعض. وأيضا بالنسبة إلى اتصالات مستمرة بشكل فردي شخصي ما بيني وبين زملائي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون
لتبادل أيضا والتشاور أيضا في كافة المجالات. فعلى جميع المستويات سواء منظمات صحة عالمية أو دول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي، وأيضا تواصلنا مع أخواننا وزملائنا في دول العربية للاستفادة من تجاربهم، وهم أيضا يستفيدون يتصلون فينا استفادة من تجربتنا. هذا على المستوى والمستوى الثنائي. أيضا على سبيل المثال هناك اتصالات مستمرة وتعاون مع دول صديقة من دول أوروبية لي أيضا الاستفادة، وصلوا لدينا خبراء أيضا من هذه الدول لاطلاع على تجربتنا أو للتشاور معهم في الخدمات التي نقدمها. سعادة الوزيرة، لعل يعني الأسئلة أكثر شيوعا وتداولا هذه الأيام لدى الناس، هو في أي مرحلة بالذات نتوقع أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل الكامل، ومن ثم الإعلان عن استئناف يعني وعودة الحياة بشكلها الطبيعي؟ طبعا احنا يمكن مملكة البحرين من بدايتها أخذت خطوات مدروسة وممنهجة نستطيع أن نقول الانفتاح التدريجي بالنسبة لكافة الأنشطة. لم نعمل بقية يمكن في بعض الدول كان هناك الحظر والأمور هذه، احنا بدأنا ان احنا ناخذها خطوة بخطوة، وخاصة أن كل خطوة يتم أخذها أو كل إجراء يكون هناك دراسات طبية معمقة وخطط، وننظر ما كان يعني قبل أسبوعين وما راح يكون بعد أسبوعين وإحنا في هذا اليوم. فعلى هذا الأساس يتم يعني اتخاذ إجراءات أولاً الاحترازية ووضع الشروط ووضع المعايير، بحيث أن إحنا اللي يهمنا أكثر شيء هو سلامة هذا المجتمع. وفعلاً لاحظنا أن الآن في انخفاض في عدد المصابين وهناك ارتفاع في عدد المتعافين، لأن بالإجراءات هذه فبدأنا بخطوة بخطوة، إلى أن إحنا كل مرة وحالياً في تاريخ 6 أيضاً أوغست من هذا العام راح يكون أيضا في مجالات أخرى، راح من القطاعات اللي يتم فتحها كلها تكون بشكل مدروس، بحيث أن يهمنا وأيضا تقيم هذه، نقيم هذا الانفتاح حتى نرى إذا كان في جوانب، ما هي جوانب السلبية وما هي الإيجابية، ويعاد النظر في كافة هذه الأمور. فالحمد لله أن احنا ماشيين يعني خطط مناسبة وملائمة، وإن شاء الله نستمر ونتمنى أن يأتي يعني يمكن حال أي واحد في البحرين أن ترجع الحياة الطبيعية كما كانت بكل مكوناتها إن شاء الله في أقرب فرصة ممكن. لا شك يعني في مواجهة هذه الجائحة كان يعني ويبقى المواطن والمقيم في مملكة البحرين هو شريك أساسي في مسألة التوعية ومواجهة هذه الجائحة، لكن على المستوى يعني الصحي كيف استفدنا احنا في مملكة البحرين من تجاربنا الصحية ومن تراكم الخبرات يعني الصحية والطبية كذلك بشكل عام يعني في مواجهة هذه الجائحة؟ احنا يمكن اشرت الى ان اهم شيء في اي نظام صحي متانته وقوته في مواجهة أي أزمة كانت، أي أزمة كانت. وإحنا طبعاً مملكة البحرين حالنا حال أي دولة في الدول العامة، لم نكن نتوقع أن يأتينا وباء. يعني كان إلى ديسمبر 2019 لم يخطر على بال أحد أن يكون عندنا في 2020 يصلنا هذا الوباء. فتعلمنا الكثير، تعلمنا يعني الجميع سواء كان على المستوى الطبي وأيضا المجتمعي. المجتمع أيضا تعلم الكثير وتغيرت السلوكيات المجتمعية، سلوكيات في الاحتراز واتباع الإرشادات الصحية من حيث النظافة، من حيث المخالطة، كثير من السلوكيات اللي كان احنا متعودين عليها كمجتمع بحريني ومجتمع عربي بدأ نرى ان قد نتنازل عنها لسبيل الصحة. يعني على سبيل المثال خاصة
مع كبار السن، العناق والحب، يعني هذا شعور لكل مواطن تجاه أهله. لكن في هذا المجال يعني أو هذا الوباء هذه بيّن أن المحبة هي من القلوب وليست بالتقارب الجسدي. فهاي يعني يمكن هاي الأشياء اللي احنا تعلمنا منها. أيضا تعلمنا في كيفية في المنظومة الصحية كيفية تسيير يعني كافة الأمور بحيث تكون سلسة، بحيث أن كل مواطن أو مقيم يتلقى أفضل وأجود أنواع الخدمات. والحمد لله استطعنا أن في مملكة البحرين أن يكون هناك رضا عام وشامل حول الخدمات اللي قدمت، خاصة اللي كانوا في مراكز العزل والحجر. يعني نعم سعادة الوزيرة، يعني فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أيضا، يعني في المناسبات عادة يعني تولد نوع من الاندفاع لدى يعني الشخص في أنه يعني يستمر بعاداتنا وتقاليدنا فيما يتعلق بالتجمعات والزيارات العائلية. الآن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعني ما هي الكلمة اللي حابين توجهونها سعادة الوزيرة فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات؟ نعم. إحنا طبعا يعني همنا في الأول والأخير هو سلامة الجميع والالتزام بالاشتراطات والمحاذير اللي يتم من خلال برنامجكم يعني الموقر. يعني انتم برنامجكم ايضا تقدمون الكثير من التوجيهات والمحاذير الى الناس في مثل هذه المناسبات الاعياد. نستطيع ان نقول ان مع الاسف في شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك الماضي يعني لم يعني الناس ما أخذت الموضوع بجدية، بحيث أن رجعوا إلى التجمعات، وأدى هذا طبعا إلى زيادة الحالات المصابين. أعتقد الآن مع عيد الأضحى يفترض أن الناس تعلمت هذا الدرس، لأن ما أعتقد أن في شخص يرضى بأنه يصاب أو يصاب أحد من أهله نتيجة خطأ قام به في عدم يعني في قضية التجمعات. فإحنا نأكد دائما وباستمرار على الالتزام. إذا لا يلتزم يعني المجتمع فبقدر يعني ما يقوم به الكادر الطبي والكادر التمريضي كل العاملين لن يستطيعون يؤدوا دورهم بدون تعاون الجميع والتزامهم. هذا راح يخفف على الجميع، يخفف على المجتمع من جانب، ويخفف العبء على الكوادر التي تعمل ليل نهار. يعني لا تتصور بأن الكوادر يعني فرحتهم لما يشوفوا يوم أن عدد المصابين قل، فهي بالنسبة لهم إنجاز. فإحنا حتى نسعدهم أن يعني نتمنى أن تقل هذه الأعداد، فنشعر فعلا أن هناك في التزام. ونؤكد يمكن للعديد من المرات في قضية الالتزام، خاصة الآن في موسم الآن العيد الأضحى المبارك، الفرحة بالعيد مطلوبة يمكن في الأسرة الصغيرة، ولكن لازم نغير عاداتنا، لازم نغير أسلوبنا وسلوكنا في التعامل. وإن شاء الله الأعياد القادمة جاية، يعني مو آخر عيد هذا، الأعياد جاية، فإن شاء الله تكون التجمعات ترجع كما كانت كطبيعتها. فهي يحتاج إلى طولة بال وصبر من الجميع، ويتعاونون معنا في هذا الجانب إن شاء الله. بالتأكيد يعني نتمنى طبعا السلامة للجميع. الآن يعني قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني سعادة الوزيرة، هل يعني هناك كلمة حابة أنك يعني توجهينها إلى الكوادر الطبية الذين يعملون حاليا في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الفيروس؟ طبعا أولا شكر، يعني يعجز الكلام عن الشكر إلى كل الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية والتمريضية وكل العاملين، وأيضا المتطوعين الذين يعني يبذلون كل جهد في هو صح كواجب، ولكن أيضا يعني التعب اللي احنا نشوفه ونشعر فيه
وعملهم كواجب ضروري أن يقدر من قبل المجتمع. ولهذا السبب أن احنا نقول ضروري أخذ الاحتياطات والاحترازات بالنسبة للمجتمع، لأن هذا هو اللي راح يخدم ويساعد هذه الكوادر الطبية. وإحنا أيضا يعني يسعدنا يعني يوم إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم الطبيب، وأيضا جائزة لسموه. هذا تقدير إلى كل الكوادر الطبية الذين فعلا يعملون ليل ونهار بروح إيجابية، وأتمنى لهم يعني الصحة والعافية، ويهمونا أيضا أن تكون صحتهم تهمنا. ونتمنى للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نهنئهم ونهنئ قيادتنا الرشيدة، ونتمنى أن نحتفل جميعا بعيد الانتهاء من هذا الوباء، وإن شاء الله يعني وكوادرنا يعني أثبتوا فعلا جدارتهم يعني بشهادات الجميع وشهادات منظمات دولية. والحمد لله نحن فخورين بكوادرنا اللي موجودة في البحرين وما يقومون به. نعم سعادة الوزيرة، لا شك يعني جهودكم مقدرة وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع. فختام هذا اللقاء يعني نشكرك مرة أخرى على يعني قبول هذه الدعوة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، شكرا على هذه الفرصة. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم.